بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع، قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناةٌ، أي رحمةٌ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فعمر رضي الله عنه رأى أن من طلق بالثلاث يعتبر ثلاث، وطلاق السنة أن يطلق في طهر لم يقربها فيه طلقة واحدة، هذا هو طلاق السنة. وأما ثلاث دفعة واحدة هذا مخالف للسنة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريج حاء، وحدثنا ابن رافع واللفظ له، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، وثلاثا أي ثلاث سنين من إمارة عمر رضي الله عنه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: نعم. عمر رضي الله عنه قال: من طلق بالثلاث يعتبر ثلاث. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما: هاتي من هناتك، أي مما عندك. قال النووي: والمراد بهناتك أخبارك وأمورك المستغربة. ها هناتك، والمراد بهناتك أخبارك وأمورك المستغربة. ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم، يعني قال: من طلق بالثلاث نعتبره بالثلاث. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام يعني الدستوائي قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في الحرام: يمين يكفرها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني إذا قال الحرام فعليه كفارة يمين. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا يحيى بن بشر الحريري حدثنا معاوية يعني ابن سلام
عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا حجاج بن محمد، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يخبر أنه سمع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها فيشرب عندها عسلاً، يعني كان صلى الله عليه وسلم بعد العصر يمر على أمهات المؤمنين، فتأخر قليلاً عند زينب وهي كانت تصنع له شراب عسل ولذلك تأخر. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فتواطأت، قال النووي أي اتفقت، فتواطأت أي اتفقت أنا وحفصة أم المؤمنين أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقول: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير. قال النووي رحمه الله قال: وهو جمع مغفور، وهو صمغ حلو، صمغ حلو كالناطف، وله رائحة كريهة، ينضحه شجر يقال له العرفط، شجر اسمه العرفط، فيخرج منه كالعسل ولكن له رائحة كريهة. فقالت: أجد منك ريح مغافير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الرائحة الكريهة. قالت: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير. فدخل على إحداهما أي عائشة أم المؤمنين وحفصة أم المؤمنين رضي الله عنهما فقالت ذلك له، فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها ولن أعود له، أي مرة ثانية لا أشرب العسل. فنزل قوله تعالى: لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله: إن تتوبا لعائشة وحفصة رضي الله عنهما. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله: بل شربت عسل. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية تحذيرا: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله من هذا العمل، وهو الاتفاق على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل، إن تتوبا فالله يتوب عليكما، وقد تابتا رضي الله عنهما. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهارون بن عبد الله قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها فاحتبس عندها، أي تأخر أكثر مما كان يحتبس. فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة، يعني وعاء من جلد من عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له، أي نعمل حيلة
مرة ثانية ما يشرب. فذكرت ذلك لسودة أم المؤمنين رضي الله عنها وقلت: إذا دخل عليك أي الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه سيدنو منك، فقولي له: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ وهو شجر يخرج منه مثل العسل لكن رائحته كريهة، فإنه سيقول لك: لا. فقولي له: ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول لك: سقتني حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين شربة عسل. فقولي له: جرست نحله العرف، النحل الذي كان هذا العسل منه أخذ من شجر العرفض، يعني أخذ من الزهر الذي في شجر العرفض، ولذلك العسل صار فيه الرائحة، وسأقول ذلك له. وقوله: وقوله أنت يا حفصة. فلما دخل على سودة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: تقول سودة أم المؤمنين رضي الله عنها: والذي لا إله إلا هو، لقد كدت أي قاربت أن أبادئه أي أكلمه بالذي قلت لي، وإنه لعلى الباب فرقا منك أي خوفا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح؟ قال: سقتني حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين شربة عسل. قالت: جرست نحله العرفط. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ثم دخل على صفية أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت بمثل ذلك. فلما دخل على حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه أي من العسل؟ قال: لا حاجة لي به. قالت: تقول سودة أم المؤمنين رضي الله عنها: سبحان الله، والله لقد حرمناه أي حرمنا النبي صلى الله عليه وسلم من شراب العسل. قالت: قلت لها: اسكتي، أي لا أحد أعلم. فعلى كل، هذا بسبب الغيرة، الغيرة بين الضرات، تأخر قليلا فغرنا واحتلنا بهذه الحيلة حتى مرة ثانية لا يشرب عسل ولا يتأخر. وأنزل الله تعالى الآيات: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قال أبو إسحاق إبراهيم: حدثنا الحسن بن بشر بن القاسم، حدثنا أبو أسامة بهذا سواء، وحدثنيه سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن هشام العروة بهذا الإسناد نحوه، وحدثني أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب حاء، وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي، واللفظ له: أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي أي بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال: إني ذاكر لك أمرًا، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك أي تستشيري أبويك. قالت: قد علم أي النبي عليه الصلاة والسلام أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقي. قالت: ثم قال: إن الله عز وجل قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت أم المؤمنين عائشة:
رضي الله عنها، فقلت: في أي هذا أستأمر أبوي؟ في هذا الموضوع أستشير أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، رضي الله تعالى عنها. قالت: أنا لا أستشير أبوي، أنا أريد الله، أي طاعة الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. أمهات المؤمنين كلهن قلنا: إنا نريد الله ورسوله والدار الآخرة، رضي الله عنهن. حدثنا سريج بن يونس، حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت، يعني كان يستأذن صاحبة النوبة عندما بعدما نزلت: ترجي من تشاء منهن، أي تؤخر من تشاء منهن، وتؤوي إليك من تشاء. فقالت لها معاذة: فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت يا أم المؤمنين عائشة، إذا استأذنك الرسول ماذا تقولين؟ قالت: كنت أقول: إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي، أين لا أقدم أحدا على نفسي، يعني كانت ما تأذن رضي الله عنها لحبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثناه الحسن بن عيسى، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا عاصم بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال: قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا، يعني خيرهن فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، فلم يعتبر طلاقا لأنهن اخترنا الله والدار اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألفا بعد أن تختارني، إذا اختارتني فلا يحسب شيء. ولقد سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ لم يكن شيء، لأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، رضي الله عنهن. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فلم يكن طلاقا، لأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، رضي الله عنهن. وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم الأحول وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده طلاقا. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعددها علينا شيئا. وحدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا إسماعيل بن زكريا، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وعن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها بمثله. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسًا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبي بكر رضي الله عنه، فدخل، ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسًا حوله نساؤه واجمًا ساكتًا. قال النووي: قال أهل اللغة: هو الذي اشتد حزنه واجمًا، أي مشتد حزنه، هو الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام ساكتًا. قال: فقال: لأقولن شيئًا. فقال أي عمر رضي الله عنه: لأقولن شيئًا أضحكك أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة زوجة عمر رضي الله عنها سألتني النفقة، يعني النفقة للطعام، فقمت إليها فوجأت عنقها، يعني دقيتها في عنقها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: هن أي أمهات المؤمنين حولي كما ترى يسألنني النفق. فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يجأ عنقها، يعني تأديبًا. فقام عمر رضي الله عنه إلى حفصة ابنته رضي الله عنها يجأ عنقها، يعني يدقها في عنقها بيده، كلاهما يقول: تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا أبدًا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرًا، النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرًا أو 29 يومًا. ثم نزلت عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك، حتى بلغ للمحسنات منكن أجرًا عظيمًا. قال: فبدأ بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرًا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنها، وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. الغيرة، يعني لا تخبر نسائك أني اخترتك. قالت، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا صلى الله عليه وسلم. كلهن قلنا: نريد الله والدار الآخرة، نريد الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنهن. حدثني زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس الحنفي من قبيلة بني حنيفة، حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل، حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه، يعني اعتزل في غرفة وحده لكي يتأدبن، قال: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال: دخلت المسجد، يقول عمر رضي الله عنه: دخلت المسجد
فإذا الناس ينكتون بالحصى، يعني يدقون الحصى يفكرون في هذا الأمر ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وهذا ليس كذلك، إنما اعتزل فقط، وذلك قبل أن يؤمرنا بالحجاب، قبل أن يأمر الله بالحجاب. فقال عمر رضي الله عنه: فقلت لأعلمن ذلك اليوم، أن يتأكد من هذا الكلام. قال: فدخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت: يا بنت أبي بكر، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما لي وما لك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك، أي ببنتك. قال: فدخلت على حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت عمر فقلت لها: يا حفصة، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أشد البكاء رضي الله عنها. فقلت لها: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هو في خزانته في المشربة، في غرفة اختلى فيها. فدخلت فإذا أنا برباح ولام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعداً على أسكفة المشربة، يعني على عتبة الغرفة. فدخلت مدلٍ رجليه على نقيلٍ من خشب، أي على خشبٍ محفور، وهو جذعٌ يلقى عليه، أي يطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحذر وينزل. فناديت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئاً. ثم قلت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئاً. ثم رفعت صوتي فقلت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة، والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. ورفعت صوتي فأومأ إلي أن إرقه، أي إصعد. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير، يعني الحصير الذي يصنع من السعف، سعف النخل، ليس هناك فراش ولا ليانة ولا شيء صلى الله عليه وسلم. فأدنى عليه إزارة وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم. فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، يعني ليس في خزانته إلا قليل من الشعير قدر صاع، ومثلها قرضاً، القرض شيء يدبغ به الجلود في ناحية الغرفة، وإذا أفيق معلق، يعني جلد معلق. قال: فابتدرت عيناي، بكى عمر رضي الله عنه. قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر ملك الروم نصراني، وكسرى ملك الفرس مجوسي في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته، وهذه خزانتك. فقال: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ الكفار لهم الدنيا، والمسلم له نعيم في الآخرة. الله أكبر. ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى.
قال: ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل عليهم السلام وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، وقل ما تكلمت، وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. ونزلت هذه الآية، آية التخيير: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وكانت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بنت أبي بكر، وحفصة أم المؤمنين بنت عمر، تظاهرتا أي تعاونتا على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، أطلقتهن؟ قال: لا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا، أي ما طلق. قلت: يا رسول الله، إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: نعم إن شئت. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه، زال الغضب عن وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، وحتى كشر فضحك. قال النووي: كشر أي أبدى أسنانه تبسما، كشر أي أظهر أسنانه تبسما، أثر الضحك. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك، وكان من أحسن الناس ثغرا صلى الله عليه وسلم. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت، فنزلت أتشبث بالجذع، يعني أمسك الجذع. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ويمسه بيده، فقلت: يا رسول الله، إنما كنت في الغرفة 29. قال: إن الشهر يكون 29. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، يعني بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل آية التخيير رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني سليمان يعني ابن بلال، أخبرني يحيى، أخبرني عبيد بن حنين أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يحدث قال: مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية، فما أستطيع أن أسأله هيبة له، أي هيبة من عمر، حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل أي مال إلى الأراك، إلى شجر الأراك لحاجة أي كبول نحوه، فوقفت له حتى فرغ، ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة، تعاونتا حتى حرمتاه من العسل. قال: فقلت له: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة، فما أستطيع هيبة لك. قال: فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم، فسلني عنه، فإن كنت أعلمه أخبرتك. قال: وقال عمر رضي الله عنه:
والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، يعني كنا لا نقبل من نسائنا كلام، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم، قال: فبينما أنا في أمر آتمره، يعني أفكر فيه، إذ قالت لي امرأتي: لو صنعت كذا وكذا، يعني عاونت بالكلام، فقلت لها: وما لك أنت ولم هاهنا؟ لماذا تدخلي نفسك وما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي: عجبا لك. قالت زوجته: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك أي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان؟ قال عمر رضي الله عنه: فآخذ ردائي ثم أخرج مكاني حتى أدخل على حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقلت لها: يا بني إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان؟ فقالت حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين: والله إنا لنراجعه. فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، يا بني لا تغرنك هذه، يعني عائشة، لا تفعلي مثل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها لقرابتي منها، فكلمتها، فقالت لي أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين: عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. قال: فأخذتني أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد، يعني كلامها شديد، فتأثر عمر، فخرجت من عندها، وكان لي صاحب من الأنصار رضي الله عنهم إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر، ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان من الكفار، ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه، فأتى صاحبي الأنصاري رضي الله عنه يدق الباب وقال: افتح افتح. فقلت: جاء الغساني؟ فقال: أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. فقلت: رغم أنف حفصة وعائشة. ثم أخذ آخذ ثوبي فأخرج حتى جئت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له، أي غرفة يرتقى إليها، يعني مرتفعة يرتقى إليها بعجلة. قال النووي: قال ابن قتيبة وغيره: هي درجة من النخل، وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة. فقلت: هذا عمر. فأذن لي. قال عمر رضي الله عنه: فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فلما بلغت حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها تبسم، أي ظهر أثر الضحك على وجهه صلى الله عليه وسلم، وإنه لعلى حصير، يعني ما صنع من سعف النخل، ليس فيه فراش ولا شيء صلى الله عليه وسلم، ما بينه وبينه شيء، يعني من الفرش، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، وسادة من جلد مملوءة من ليف، وهو الشعر الذي يكون فيه شجر، وإن عند رجليه قرضاً وهو ما يدبغ به الجلد مضبوراً، وعند رأسه أهباً أي جلود معلقة. فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكيت، فقال: ما يبكيك؟
فقلت يا رسول الله إن كسرى مجوسي كافر ملك الفرس، وقيصر نصراني ملك الروم فيما هما فيه يعني من الترف والنعيم، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهما أي للكفار الدنيا ولك الآخرة؟ فالكفار جنتهم الدنيا لأنهم في الآخرة في النار، وأما المؤمن فالله تبارك وتعالى ينعم عليه في الآخرة. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت مع عمر رضي الله عنه حتى إذا كنا بمر الظهران لوادي فاطمة، وساق الحديث بطوله كنحو حديث سليمان بن بلال، غير أنه قال: قلت: شأن المرأتين، قال: حفصة وأم سلمة، وزاد فيه: وأتيت الحجر، يعني حجر أمهات المؤمنين، فإذا في كل بيت بكاء، وزاد أيضا: وكان آلى منهن، أي حلف النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، فلما كانت 29 نزل إليهن صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد سمع عبيد بن حنين وهو مولى العباس قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبثت سنة ما أجد له موضعا حتى صحبته إلى مكة، فلما كان بمر الظهران وادي فاطمة ذهب يقضي حاجته، فقال: أدركني بإداوة من ماء، أي إناء في ماء، فأتيته بها، فلما قضى حاجته ورجع ذهبت أصب عليه أي الماء، وذكرت فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان؟ فما قضيت كلامي حتى قال عائشة وحفصة: لتعاونتا حتى حرم النبي شرب العسل بسبب الغيرة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر وتقاربا في لفظ الحديث، قال ابن أبي عمر: حدثنا، وقال إسحاق: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصاً أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. حتى حج عمر رضي الله عنه وحججت معه، فلما كنا ببعض الطريق عدل أي مال عمر رضي الله عنه، وعدلت معه بالإداوة وعاء في ماء، فتبرز ثم أتاني فسكبت أي صببت على يديه فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال عمر رضي الله عنه: وعجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري: كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه، قال: هي حفصة وعائشة رضي الله عنهما. ثم أخذ يسوق الحديث قال: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، أي لا نجعل لهن كلاما، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم الأنصار رضي الله عنهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال: وكان منزلي في بني أمية ابن زيد بالعوالي، فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وتهجره إحداهن
اليوم إلى الليل، فانطلقت فدخلت على حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: نعم. فقلت: أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تسأليه شيئاً، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك أي أم المؤمنين عائشة هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، يريد عائشة. قال: وكان لي جار من الأنصار رضي الله عنه، فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوماً وأنزل يوماً، فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك. وكنا نتحدث أن غسان قوم كفار تنعل الخيل لتغزونا، فنزل صاحبي ثم أتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليه، فقال: حدث أمر عظيم. قلت: ماذا؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأطول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء. فقلت: قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا، حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي تبكي، فقلت: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: لا أدري، ها هو ذا معتزل في هذه المشربة، أي غرفة مرتفعة. فأتيت غلاما له أسود فقلت: أستأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له. فصمت أي سكت. فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر فجلست، فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم، فجلست قليلا ثم غلبني ما أجد، ثم أتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له. فصمت، فوليت مدبرا، فإذا الغلام يدعوني فقال: أدخل، فقد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو متكئ على رمل حصير، حصير مصنوع من سعف النخل، قد أثر في جنبه. فقلت: أطلقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال: لا. فقلت: الله أكبر، لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء. فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما الأنصار تغلبهم نساؤهم رضي الله عنهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت: قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر، أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هي قد هلكت. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ظهر على وجهه أثر الضحك صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، قد دخلت على حفصة أم المؤمنين، فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك، يعني عائشة أم المؤمنين، هي أوسم منك أي أجمل وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم أخرى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أستأنس يا رسول الله، يعني يتكلم؟ قال: نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت، فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا أي جلود ثلاثة. فقلت: أدعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا ثم قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم الكفار عجلت لهم طيباتهم
في الحياة الدنيا، فقلت استغفر لي يا رسول الله، وكان قد أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته أي غضبه عليهن حتى عاتبه الله عز وجل. قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لما مضى 29 ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ بي، فقلت: يا رسول الله، إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهن؟ فقال: إن الشهر 29، يعني أحيانا 29 وأحيانا 30. ثم قال: يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. ثم قرأ علي الآية: يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، الآية، حتى بلغ أجرا عظيما. قالت عائشة رضي الله عنها: قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: فقلت: أو في هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، رضي الله عنهن. قال معمر: فأخبرني أيوب أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لا تخبر نساءك أني أخذلتك بسبب الغيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. قال قتادة: صغت قلوبكما، مالت قلوبكما، صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود ابن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، يعني الطلقة الثالثة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، يعني كرهت الشعير، فقال: والله ما لك علينا من شيء، أي ما لك نفقة. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك رضي الله عنها. ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حللت أي تمت عدتك فآذنيني أخبريني. قالت: فلما حللت أي تمت عدتها 3 قروء، ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وأبا جهم رضي الله عنه خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتق، يعني ضراب للنساء، وأما معاوية رضي الله عنه فصهلوك، أي فقير لا مال له. أنكحي أسامة بن زيد. هي لم توافق حتى تستأذن الرسول، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرها أن أبا جهم ضراب وأن معاوية فقير، وأشار عليها أن تنكح أسامة بن زيد رضي الله عنهما فكرهته. ثم قال: انكحي أسامة، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به، أي فرحت به. فدل على أن المرأة إذا طلقت الطلقة الثالثة ليس لها سكنى ولا نفقة، وأما إذا كان الطلاق رجعي، طلقة أولى أو طلقة ثانية، فلها السكنى والنفقة مدة العدة، وأما الطلقة الثالثة ليس لها سكنى ولا نفقة، وتعتد عند أهلها. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم، وقال قتيبة أيضا: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، كلاهما عن أبي حازم
عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون أن نفق قليلا، فلما رأت ذلك قالت: والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني، وإن لم تكن لي نفقة لم أخذ منه شيئا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا نفقة لك ولا سكنى. المطلقة ثلاث ليس لها سكنى ولا نفقة. أما المطلقة طلاق رجعي طلقة الأولى أو الثانية لها السكنى والنفقة مدة العدة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال: سألت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فأخبرتني أن زوجها المخزومي طلقها فأبى أن ينفق عليها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك، فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان عن يحيى وهو ابن أبي كثير، أخبرني أبو سلمة أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنه أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا، ثم انطلق إلى اليمن فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة. فانطلق خالد بن الوليد رضي الله عنه في نفر، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا، فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست لها نفقة وعليها العدة، وأرسل إليها أن لا تسبقيني بنفسك. يعني إذا خطبك أحد لا تخبري بأنك موافق، بل انتظري. وأرسل إليها أن لا تسبقيني بنفسك، وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك رضي الله عنها، ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون رضي الله عنهم، فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك. فانطلقت إليه، فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حاء. وحدثناه أبو بكر بن شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قال: كتبت ذلك من فيها، أي من فمها، كتاباً. قالت: كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة، يعني الطلقة الثالثة، فأرسلت إلى أهله يبتغي النفقة. واقتص الحديث بمعنى حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، غير أن في حديث محمد بن عمرو: لا تفوتينا بنفسك، يعني إذا خطبك الخطاب لا تجيبي، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعاً عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها،
وقال عروة إن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس. على كل حال الرسول أمرها أن تخرج إلى ابن أم مكتوم الأعمى. وحدثنيه محمد ابن رافع، حدثنا حجين، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، مع قول عروة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة رضي الله عنها. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد، قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة، فقالا لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملاً، إذا كانت حامل ينفق عليها للحمل، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما